شكل مختلف للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني في بدايه الدوري الجديد بعد دخول بيرسي تاو. بيرسي تاو في وجهه نظري الشخصيه ادى القطعه الناقصه لتكتيك بيتسو موسيماني اللي حاول من ساعه ما جه النادي الاهلي انه يطبقه. انت عارف بيتسو موسيماني من ايام سان داونز راجل يعشق اللعب بطريقه 3 4 3 بفولس ناين طبعا كراس حربه. بالتالي الطريقه دي عشان تقدر تنفذها بالشكل الامثل ليها بتحتاج لاعب بمواصفات معينه. اللي بيحبوا التاكتكس وجمهور النادي الاهلي تعالوا نعمل كده مع بعض فلاش باك الموسم اللي فات ماتش النادي الاهلي والبنك الاهلي في الدور الاول في ملعب الماكس حرس الحدود. بيتسو موسيماني حاول يلعب بطريقه 3 4 3 في المباراه دي وحاول يستخدم فيها وليد سليمان هو الفولس ناين. كان عنده مشكلتين. المشكله الاولى طبعا اللي كانت خارجه عن ارادته ان في اليوم ده المطر يعني احوال الطقس كانت صعبه جدا جدا على الملعب، ودي المباراه اللي وليد سليمان اتصاب فيها اصابه قويه وغاب لفترات طويله. مشكله وليد سليمان في طريقه 3 4 3 اللي بيتسو موسيماني حاول انه يطبقها باستغلاله ان وليد سليمان دلوقتي مش وليد سليمان من 5 6 7 سنين فاتوا، بدنيا لياقيا سرعه كل حاجه. ربما وليد سليمان يبقى عنده الميزه كخبره عنده المهاره انما السرعه لا. النهارده ليه شفنا النادي الاهلي بشكل مختلف مع بيتسو موسيماني مع دخول بيرسي تاو اللي اول مباراه له بيقدر ان هو يحرز هدفين والهدفين فعلا احلى من بعض فيهم حاجات كتيره جدا نتكلم عليهم. ولكن قبل ما اتكلم معاكم في بيرسي تاو ولعيبه على مستوى الفرد طبعا مش هنسى احمد عبد القادر في الفتره هو اللي نزل فيها كبديل في شوط تاني مهم جدا نفهم ليه 3 4 3 النهارده مع الاهلي كان شكلها حلو شكلها ممتاز في كل حاجه. الاهلي بيسترجع الكره بسرعه الدفاع واقف ما فيش مشكله. انت بتتفرج على المباراه مش حاسس ان ده الاهلي اللي ما بيروحش على مر المنافس كتير، مش حاسس ان ده الاهلي اللي بيجي عليه هجمات كتيره او اللي بيخش فيه اهداف زي ما كنا بنتكلم الموسم اللي فات والنادي الاهلي يعني حقق فيه رقم سلبي كم الاهداف دخلت فيه السنه اللي فاتت اعتقد فوق 25 هدف في موسم واحد كان رقم كبير جدا. ايه بقى اللي اختلف النهارده؟ بيتسو موسيماني مع بدايه المباراه قرر انه يلعب 3 4 3. ناس كتيرة قبل المباراة تخوفت من هذا الأمر وقال ده هيفتكس ده هيخترع ده احنا أصلا عندنا مشكلة مع موسيماني في آخر مباريات في أزمة. الراجل أول ما بيرسي تاو بقى تمام اتأكدنا إن هو الحمد لله كويس بعد الإصابة اللي جات له مع منتخب جنوب أفريقيا والدنيا كويسة قال لك أنا هبدأ ألعب بالطريقة اللي كنت بلعب بيها في سان داونز. لو تخلي بالكو منتخب جنوب افريقيا نفسه معانا في كاس الامم لعب بيها وبيرسي تاو برضه كان بيلعب بنفس الرول اللي هتكلم عليه دلوقتي. بيتسو موسيماني قرر انه يلعب ب 3 4 3 حط ورا ايمن اشرف وبدر بنون ورجع معاهم حمدي فتحي شفناها كتير مش اول مره حمدي فتحي يلعب كمساك مع النادي الاهلي. المميز في الطريقه دي انه حرر علي معلول واكرم توفيق على الاطراف يعني اكرم توفيق وعلي معلول ما تقدرش تقول ان هم فول باك هم مش فول باكس هم لعيبه متحرره في خط الوسط في الحاله الدفاعيه بيرجعوا ورا مع الدفاع عشان يكونوا ستاره من خمس لعيبه عندما الاساس بتاعهم بدايه المباراه انت واقف هنا اهو مش واقف هنا انت واقف هنا اهو في نص الملعب وبالتالي هنا انت بتحسب علي معلول واكرم توفيق على الشق الهجومي اكتر ما بتحسبهم على الشق الدفاعي فدي طبعا دي ميزه من طريقه 3 4 3 او 3 5 2. في نص الملعب حط عمرو السوليه واليو ديانج. تعالوا بقى نتكلم على الايه الخلطه اللي اتعملت في الثلاثي الامامي. الفولس ناين طبعا عارفين من ايام طريقه جوارديولا مع برشلونه في وجود ميسي ان ميسي كان هو السبب في ان براموفيتش وايتو ساعتها ما كملوش مع برشلونه في الطريقه بتاعه جوارديولا ان هو ميسي ادى لجوارديولا هو كان عايزه في المركز ده. هو ده ببساطه اللي عمله بيرسي تاو النهارده مع بيتسو موسيماني وادى الشكل المختلف للنادي الاهلي. قفشه اتطرف على الجناح ولويس ميكيسون اتطرف على الجناح الاخر وبدا بيرسي تاو يبقى هو الفولس ناين في بعض الاحيان لما مجدي قفشه بيخش لقلب الملعب بيرسي تاو يخرج بعد. طيب ايه الميزه بقى اللي عملها بيرسي تاو
في المركز الفولس ناين وخلى طريقة النادي الأهلي تظهر بالشكل الممتاز اللي شفناه النهاردة. إن بيرسي تاو على المستوى الفردي لما تيجي تصنفه كلاعب هو أصلاً بلاي ميكر، لعيب رقم 10، حريف، بيستلم الكرة تحت ضغط، قوي، بيقدر ان هو يحجز على الكرة بتاعته، بيحافظ عليها بشكل ممتاز جدا، وصعب انك تستخلص منه الكرة بسهولة. الحاجة التانية اللي عنده لعيب سريع. يعني لعيب سريع؟ لعيب بيقدر النهاردة ياخد يسحب المدافع معاه، واحد بساك لازم معاه نص الملعب. بيرسي تاو بيقدر الكرة مثلا لو جاي له على الارض بيقدر ياخد الكرة ويلف بيه وينطلق بوشه. وهنا سرعة بيرسي تاو دايما بتبقى تديله نقطة زيادة على المدافعين، وشفناها في كرة الهدف الثاني والمراوغة الرائعة اللي عملها مع باهر المحمدي. بيرسي تاو كان أصلا في اللعبة دي طرف نفسه وسحب معاه باهر وخرج المدافعين بره مناطقهم وبدأ يجري بوشه. أول ما بيرسي تاو جري بوشه بقى عنده سرعة أفضل بكتير من المدافع. طيب لما اتحط في موقف ان هو النهارده لازم يتخلص من المدافعين عشان ينفرد بالمرمى، استغل المهاره الفرديه. ممكن النهارده لعيب يكون سريع جدا لكن ما عندوش المهاره الفرديه، المهاره الفرديه لو مش عندك في اللعبه دي استحاله تقدر تنفرد بالمرمى. هو ده اللي عمله بيرسي تاو، قدر ان هو يستغل المهارتين اللي عنده، السرعه والمهاره الفرديه، وحط الكوره طبعا خبطت في رجل باهر محمدي، ولكن هو كان مصورها بشكل مميز جدا جدا ما بين الثلاث خشبات. فده اول اختبار وقع فيه بيرسي تاو قدر ينجح فيه. الحاجه الثانيه ان بيرسي تاو كمان لما بيقدر يروح على الطرف في الوقت اللي بيخش فيه مجدي قفشه بيقدر فعلا في مواقف الواحد على واحد يرقص المدافع اللي قدامه. وهنا دي ميزه كان النادي الاهلي بيبحث عنها سنوات طويله. تعالوا برضو نعمل فلاش باك ونفتكر النادي الاهلي من ايام الكابتن حسام البدري في فتره ولايته الثالثه جرب كتير موضوع ان يكون عنده لعيب طرف مهاري، وكان ابرز لاعب في الفتره دي كان رمضان صبحي، ورمضان فضل شغال شويه ماشي على سطر ويقع على سطر لغايه لما جه موضوع الاحتراف. بعد الاحتراف كان اول لاعب تارجت في الحته دي احمد الشيخ، واحمد الشيخ له تجربتين مع النادي الاهلي الاثنين ما نجحش فيهم رغم ان ما بينهم خد هداف دوري مع مصر المقصة. ومن ساعتها النادي الاهلي دايما بيبحث عن لاعب جناح مهاري. واحده من مميزات نادي الزمالك في السنوات الاخيره وجود اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لعيب مهاري جدا 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 بيدي الفرقه حلول مع وجود احمد سيد زيزو كلاعب دريبلر ولعيب سريع. فمعظم اللعيبه الاجنحه في العالم سريعه، لكن نادرا ما تلاقي اللاعب الجناح السريع المهاري. هي دي الصعبه، هي دي الصعوبه انك تلاقي نوعيه اللاعب ده. النهارده لما نشوف بيرسي تاو في كام لعبة خدها على الطرف وقدر يرقص مدافعين نادي الإسماعيلي على الخط يقول لك إن اللاعب ده لما هيتحط في موقف واحد على واحد كم من 10 يقدر يرقص المدافع اللي قدامه. بنتكلم على نسبة تصل فوق 80%. بيرسي تاو عنده القدرة وبكذا مهارة مختلفة، فبالتالي بيرسي تاو برضو أنقذ النادي الأهلي أو قدم الحلول للنادي الأهلي في المركز هو بيبحث عنه، اللاعب الجناح السريع المهاري اللي بيقدر يتفوق في المواجهات واحد على واحد. دي مش هتلاقوها عند لويس ميكيسون. لويس ميكيسون لعيب دريبلر، لعيب سريع بيجري يحب يفرهد اللي قدامه، لكن لعيب مش مهاري، ما يرقص ما يراوغش، عضلات رجله مش مرنه بالدرجه تخليه يقدر يرقص، ممكن يرقص كده ترقيصه عاديه ان مش ترقيصات بيرسي تاو. بيرسي تاو انت شايف لعيب حريف قدامك او لعيب زي ما بنقول لعيب شوارعي، لعيب خماسي، بيقدر النهارده في مواقف واحد على واحد يستغل المهاره دي ويتخلص من الرقابه الدفاعيه. وبالتالي بيرسي تاو هو نجم الليله، هو نجم الشباك اللي قدر النهارده يدي بيتسو موسيماني الجراه ان هو يلعب بيه الثلاثه اربعه ثلاثه ويعمل له كل الحلول اللي احنا شفناها النهارده. واضيف عليها كمان الهدف التالت. الهدف التالت ربما ناس كتير تقول ده جون سهل، لا لا خالص، الجون مش سهل. ليه بقى؟ لان بيرسي تاو في كوره مرتده من الدفاع وراجعه وفيها طبعا مشكله في موضوع التسلل، بيرسي تاو قدر ان هو في لمح البصر يشوف ان مجدي قفشه قدر ياخد الكوره، فهوب حط نفسه واخر نفسه بخطوه واحده عشان يطلع نفسه من بره التسلل، وقدام الجون ما عندوش اي بانيك، ما عندوش اي توتر، قدر ياخد الكوره ويمتصها بمهاره فائقه ويعمل التشيب البسيط جدا 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 من فوق احمد عادل عبد المنعم اللي طبعا كان مستحيل يقدر يعمل اي حاجه. وده راجع بسبب ايه؟ مهارات فرديه. بنتكلم كل ده مهارات فرديه عند لاعب
مجرد دخوله لسكواد او القايمه بتاعه الفرقه في مباراه واحده عمل هذا الكم من الاختلاف. بيرسي تاو فادي النادي الاهلي في نص الملعب ان بقى عندك رباعي دفاعي قوي جدا، اكل توفيق مش محتاج كل شويه يضرب السبرنت اللي على الخط عشان يرجع بعد ما يعمل الكروس. احنا عدنا ماتشات كتيره بنلعب 4-2-3-1، اطلع يا اكرم حاول تتخلص المدافع اللي معاك، هوب ارمي الكروس، طيب الهجمه بقت المرتده علينا، هوب ارجع يا اكرم بسرعه 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 عشان تغطي المساحه اللي وراك، نفس الامر لعلي معلول. طيب طريقه 3-4-3 بقى يعني فادت اكرم توفيق وعلي معلول في ايه؟ ان الثلاثه بدري بنون وحمدي فتحي وايمن اشرف فرشين نفسهم في الدفاع ورا طيران اكرم وعلي. ايمن اشرف طبعا اوريدي احنا عارفين هو زي الايسر بيغطي علي معلول، بدر بنون واخد الجبهه اليمنى وارى اكرم توفيق، وحمدي فتحي مامن قلب الملعب، وقدامهم كمان عمرو السوليه واليو ديانج، واحد منهم على اقل تقدير مأخر نفسه خطوه لورا تحسبا لان الكوره تتقطع. فطريقه 3-4-3 مدياك كمان تامين، لكن الفكره مش في تنفيذ الطريقه وبس، لا الفكره في الاوراق اللي هتنفذ. وعشان كده شكل النادي الاهلي في 3-4-3 قدام الاسماعيلي النهارده بوجود بيرسي تاو مختلف تماما عن شكل النادي الاهلي في 3-4-3 قدام البنك الاهلي السنه اللي فاتت في دوري الماتش اللي خلص لو تفتكروا طبعا الهدف الماتش اللي كان فيه جون ايمن اشرف اللي اتلغى بداعي ان هو عمل وسب على المدافع وكان فيه جدل تحكيم يعني كتير، لكن هو لكن ساعتها برضو رغم ده النادي الاهلي كان اداء وحش وبخلاف طبعا زي ما قلت كان في احوال جويه سيئه، لكن بيتسو موسيماني المباراه دي اتعلم ما يعملهاش تاني، اتعلم ما يخاطرش انه يلعب فولس ناين او المهاجم الوهمي انه ما عندوش اللاعب اللي يديله المساحه انه يعمل ده. انما بيرسي تاو النهارده مديله القدره ومديله المساحه انه يبقى جريء ويلعب بالطريقه دي، وربما النهارده ناس كتير قوي قبل المباراه بتنتقد الطريقه او بتقول لا فيها مخاطره، او طبعا يعني طبعا فيها مخاطره، ولكن اللي انت مش شايفه ان بيرسي تاو والكواليتي بتاع اللاعب ده يقدر يخلي بيتسو موسيماني يلعبها وهو ما عندوش اي مشكله، وبالتالي كمان بقى عنده حلول كتيره. ليه؟ ببساطه انا هلعب بالطريقه دي، اتقفلت قدامي خلاص يلا هوب شيل واحد من نص الملعب او شيل واحد بالدفاع ونزل محمد شريف راس حربه صريح او نزل حسام حسن مهاجم صريح وارجع العب بالطريقه بتاعه 4-2-3-1 المعتاده بتاعتك والعب. فبالتالي هنا المدرب عنده فرايتيز، عنده خيارات كتيره يقدر يستخدمها للتخلص من اي موقف ممكن يقع فيه. فنجمنا النهارده واكتر واحد فعلا لازم نشيد بان كواليتي اللاعب ده شفناه في الدوري المصري بيرسي تاو، برضه نفس الامر تفتكروا بيرسي تاو ده من نوعيه كينو لما كان مع بيراميدز، بنتكلم على لاعب مش من الفصيله بتاعتنا، لاعب مختلف، لاعب الكواليتي بتاعه احنا مش معتادين عليه في الدوري المصري. وبالتالي الشوط الاول نادي الاسماعيلي الامانه ما نقدرش نلومهم على اي شيء، صعب جدا جدا في ظل الضغط اللي اتعمل عليك، النادي الاهلي بيعمل هاي لاين ديفنس عليك في نص الملعب، ضغطك في نص الملعب عمال يضغطك في وانت بتبني الهجمه بتاعتك، وبالتالي بيقدر يسترجع الكوره بسهوله جدا. تخيلوا احنا بنتكلم على الثلاثي واقف ازاي، اي ديانج عمرو السوليه ورام حمدي فتحي، والنادي الاسماعيلي طبعا في بعض الاحيان كان بيحاول يخترق من عمق الملعب مقفول، هتروح على الطرف هتلاقي ان اكرم توفيق وعلي معلول مامنين طبعا مع الورك ريت العالي جدا جدا اللي عند لويس ميكيسون، بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحه الراجل عمال يقدم ادوار دفاعيه وهجوميه مميزه جدا. فالنادي الاسماعيلي لقى نفسه مخنوق مش قادر يلعب الاسلوب بتاعه. تعالوا نعمل فلاش باك ثالث، ماتش الاهلي والاسماعيلي الدور الثاني، مباراه النادي الاسماعيلي كان احد الاسباب في ضياع الدوري السنه اللي فاتت للنادي الاهلي في مباراه 1-1 بتاعه فخر الدين بن يوسف والهدف اللي جابه من الكره العرضيه. مباراه رتيبه روتينيه شفناها مليون مره للنادي الاهلي في الدوري، 4-2-3-1 والفرقه اللي قدامك بتلعب 4-3-3 زون ديفنس سايبين لك نص ملعبك تبني فيه اللعب زي ما انت عايز، وانس انك بتعدي بالكوره بتلاقي في ضغط عليك وهوب هو بيعتمد على هجمه مرتده. النادي الاهلي خسر نقاط كتيره جدا جدا باسلوب اللعب ده شفناه قدام طلائع الجيش، خسر السوبر بنفس الطريقه، خسر ماتشات كتيره، خسر نقط كتيره السنه اللي فاتت النادي الاهلي قدام الفرق اللي بتلعب كده. النهارده النادي الاسماعيلي هو اللي اتفاجئ بطريقه النادي الاهلي. ليه؟ طريقه مش هتسمح لك انك تعمل الموضوع ده،
ان انت تبقى عندك انت مشكله. ايه المشكله بقى عند النادي الاسماعيلي؟ المشكله ان مروان صحراوي وباري محمدي عشان يقدروا يفرضوا سطوتهم على بيرسي تاو صعبه. ليه صعبه؟ لان دايما بيرسي تاو مع مجدي قفشه مع لويس ميكيسون عاملين ما يشبه المثلث. المثلث ده بيتغير، عمال يتغير وعمالين يجروا كتير، فمستبتين في طريقه 4 2 3 1 فيها مركزيه، فيها وقوف، الناس ما بتتحركش كتير بدون كوره. في الطريقه دي لا، الطريقه فيها تحرك كتير بدون كوره، وبسم الله ما شاء الله على لويس ميكيسون تاني اللي كان واخد الملعب بالعرض رايح جاي وعمال يفتح مساحات لزمايله. ربما الكره مش في رجله لكن هو عمال يفتح لك المساحه، وبالتالي في الجون، الجون الثاني النادي الاهلي عايزكم تبقوا تشوفوه كتير قوي 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 قوي، هتلاقوا ان في تحرك كتير بدون كوره من لويس ميكيسون ومن مجدي قفشه ليفضوا المساحه لبيرسي تاو اللي قدر ان هو يسحب معاه الاثنين مدافعين، وطبعا بعد كده يستغل المهاره الفرديه بتاعته في المراوغه ويرقص بها لمحمدي ويحط الهدف. فهي دي ببساطه الاجاده والافشنسي اللي النادي الاهلي خدها من تطبيق 3 4 3 وشكل الناس. اه بيتسو موسيماني ببساطه عشان بس نكون بنتكلم كلام واقعي، بيتسو موسيماني مدير فني جيد لكن له قرار، كان له قرارات بعض قرارات الخاطئه. النهارده هو لقى يعني ايه؟ لقى الهديه اللي هو كان بيبحث عنها، هو كان عنده حاجه في دماغه عايز ينفذها بس معهوش الورق اللي ينفذ بيه الكلام ده. بيرسي تاو هو اللي حلله المعضله دي كلها، هو اللي قدم له الحلول ازاي النهارده تقدر تلعب بال 3 4 3 بدون ما تخاف، واقدر اخليك على المستوى الهجومي عندك قدره ان احنا نعمل هجمه كل 20 ثانيه. الشوط الاول النادي الاهلي سرعه هجماته على مرمى النادي الاسماعيلي عاليه جدا، احنا بنتكلم على شوط تم احراز 3 اهداف فيه في 41 دقيقه، بخلاف الفرص الضايعه، بخلاف الفرص الضايعه. وبالتالي هنا لازم نشيد بالطريقه اللي عملها بيتسو موسيماني، وبرده لا يعني ايه نزود في الهجوم او النقد الزايد على النادي الاسماعيلي، لان فعلا هم فوجئوا بالطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني وكمان بالمستوى اللي كان عليه بيرسي تاو. طيب الشوط الثاني حسينا شويه، رتم الاداء قل شويه، وبدات لعيبه النادي طبعا طبع اللاعب المصري اكيد لما انت بتكسب بسكور لحد ما خلاص ضمنت الثلاث نقاط بيبدا النهارده الفرقه اداها بقل شويه. الشوط الثاني انا عايز اتكلم عليه في التغييرات ودخول احمد عبد القادر. احمد عبد القادر طبعا لما نزل احمد عبد القادر وحسام حسن بدا النادي الاهلي يغير من طريقه لعبه ويرجع ليه ال 4 2 3 1 بتاعته، لان خلاص حسام حسن دخل كسترايكر صريح وبدا احمد عبد القادر يبقى هو البلاي ميكر الرئيسي للفريق. احمد عبد القادر ده يا جماعه واحد من المواهب اللي ان شاء الله باذن الله هنكسبها كتير قوي قوي الفتره الجايه، وبصراحه اسلوب لعبه فعلا بيفكرني نسخه من ابو تريكه او من النادي الاهلي ضمه، يعني مع يعني ايه مش مع ابو تريكه الترسانه، لا ابو تريكه الاهلي. ليه؟ احمد عبد القادر فعلا لما بيقف على الكوره لاعب مهاري جدا، قوي بدنيا، بيقدر برده يسيطر على الكوره وبيحجز عليها بشكل كويس جدا. الكوره بتاعت الهدف الرابع حلاوه الجون فين؟ حلاوه الجون في الهدوء النفسي اللي عند احمد عبد القادر وهو قدام اتنين مدافعين وبيقدر ياخد الكوره ويقطع بيها، وطبعا هوش في الاول ان هو هيسدد وبعد كده قطع بالكوره لداخل وحط الكوره بسهوله جدا 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 على شمال احمد عادل. نوعيه الاداء ده انا في وجهه نظري هو اللي كان برضه النادي الاهلي مفتقده في اول موسم ليه بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، لان اللعب كان لحد ما كان في مواقف كتيره لعيبه النادي الاهلي بتتحط فيها كان فيها عصبيه. الاهلي بيعمل هجمات لكن انت مش حاسس الاهلي هيكسب، الاهلي والجونه 1-1 مش حاسس الاهلي هيكسب، الاهلي والبنك الاهلي مش حاسس الاهلي هيكسب مرتين، مره في الدور الاول 0-0 ومره في الدور الثاني 1-1 الاهلي والانتاج الحربي برضه لان الاهلي كسب بصعوبه. في ماتشات كتيره انت كنت بتحس الناس بتقول لا الاهلي بلس 90 بقى، الناس بتخاف في ال 10 دقائق الاخيره ان الاهلي هو اللي يخش في جون بسبب ايه؟ بسبب انت حاسس ان اداء رتيب، الاداء نمطي ما فيهوش تغيير، وكمان حسينا ان الجهاز الفني ما بيستغلش التجارب اللي خاطئه. يعني انا المفروض شفت الجونه بيلعبني بالطريقه دي، شفت الاسماعيلي بيلعبني بالطريقه دي، شفت طلائع الجيش بيلعبني بالطريقه دي، ما ينفعش كل شويه اقع في نفس الفخ. زي ما اتكلمنا مثلا في تحليل مباراه السوبر النادي الاهلي قدام طلائع الجيش
قطاع الجيش بيلعبك بنفس الطريقه اللي لعبك بيها في نهايه الدور الثاني في ماتش 0-0 لعبك بيها برده في ماتش السوبر وقدر يجرك لركلات الترجيح وخد منك البطوله. اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي النهارده عنده حلول كتيره، وجود احمد عبد القادر، وجود بيرسي تاو، وجود حتى عمار حمدي لما نزل، كلها اوراق بتطفي المزيد من الرونق على فرقه النادي الاهلي، وبتخلي بيتسو موسيماني النهارده عنده حلول كتيره سواء كفنيات او سواء كخطط لعب. انا اقدر النهارده لا اعتقد المره الجايه بيتسو موسيماني لما يقول ان انا هلعب بطريقه 3-4-3 الناس كلها محب طبعا النادي الاهلي ومحب الكوره، ان انت بتحب الكوره هتستمتع بماتش النهارده، النادي الاهلي لعب ماتش حلو فعلا، اتفرج على مباراه حلوه. الناس كلها اللي كانت بتنتقد النهارده هتفرح، تقول لك الله هنشوف كوره حلوه وبيرس تو يلعب فولس ناين وده يتحرك وهنشوف في تحركات كتيره بدون كوره، دي من الماتشات اللي اي واحد بيحب الكوره يحب يتفرج عليها. فبالتالي هنا ده بيدي المدير الفني المزيد من الخيارات، بيدي المدير الفني المزيد من الاوبشنز، ان انت ما تقفش قدام فكر صامد ممكن يزنقك. السنه اللي فاتت بكل امانه بيتسو موسيماني ما قدرش يواجه الفرق اللي تكتلت في الدفاع وضيعوا عليه نقط، رغم ان احنا بنتكلم على نفس الراجل اللي كسب الزمالك 2-1، اللي كسب الترجي 3-0، اللي عمل مباريات مهمه جدا في افريقيا على مستوى يعني نسختين ورا بعض وخد دوري الابطال مرتين، لكن قدام الفرق اللي تكتلت قدامه في الدفاع ما قدرش يعمل حاجه، ما كانش عنده حلول. ليه؟ انه بيلعب بنفس الطريقه، الطريقه دي ما ينفعش. النهارده نادي الاسماعيلي طبعا مع تغيير جهاز الفني، احنا كان السنه فاتت كان مع ايهاب جلال، السنه دي مع طلعت يوسف، لكن اكيد كانت طلعت يوسف عارف ان فرقته في بدايه الدوري ما عندهاش القدره البدنيه انها تواجه النادي الاهلي بدري، فبالتالي هعمل ايه؟ هبدا اجرك نص ملعبي، اخطف منك الكوره ولا العب مرتدات، ما عنديش حل تاني بصراحه. ليه؟ الاوراق طيب، وكمان الفريق راح منه لعيبه كتيره وجاب صفقات جديده، فبالتالي لسه في فتره انسجام، فالموضوع صعب. النهارده بيتسو موسيماني استفاد من دخول بيرسي تاو وتغيير تكتيك الفريق 3-4-3 عشان انت تغير من الطريقه دي، لكن على قديمه كنت ممكن ان انت تلاقي نفسك بتلعب او النادي الاهلي بيلعب بنفس الطريقه اللي ضيع عليه النقط السنه اللي فاتت فرق كتيره قوي في الدوري، كان منها برضو النادي الاسماعيلي وطلاع الجيش والجونه والانتاج الحربي حسب ما اتذكر. فبدايه جيده للنادي الاهلي، تقدر تحط النهارده حلول كتيره. دكه البدلاء النهارده فعلا وانت بتتفرج على المباراه دكه البدلاء قويه جدا جدا جدا، يكفي بقول لك عليها محمد شريف، حسين الشحات، عمار حمدي، احمد عبد القادر، مجموعه لعيبه فعلا يقدروا ينزلوا يحولوا نتيجه مباراه.